سالم إكسبرس، معالم تحمل ذكريات أليمة، ليست مجرد حطام سفينة قابعة في مياه البحر الأحمر، لكنها المأساة الحقيقية، ليس على المستوى البحري أو مستوى النقلي، إنما من حيث الإنسانية، أرواح عانت سنوات الغربة، وعندما قررت الرجوع لم يكتمل لها ذلك الحب، فبقيت حبيسة حطام وكومات حديدية، لا تستطيع التوقف عن التفكير وأنت تشاهد تلك المناظر التي يتفطر لها القلب من الحزن. في 15 من ديسمبر لسنة 2017 ميلادية تكون 26 سنة مرت على تلك المأساة، حيث مالت سالم إكسبرس في وجه الموج المرتفع وعرضت من عليها لشبح الموت من الأغلبية الفقيرة والمعدومين. استفادة ممتعة أتمناها لكم. جالبوت بحري، محمل الخير.